اهلا وسهلا، صيام مقبول وافطار شهي. هنا فتحنا الدكان، هذا الفانوس هنا وهذول الحبوبين هنا، اللي لقى اليوم زبادي ان شاء الله يكون عمل الشفوت مليح يهنا له، اما اللي سوى سمبوسه وحلاها مع القو يهنا برضو، اما اللي عمل محلبيه يهي الله يحرسه من الحساد ومن المجهود الحربي. دائما يحضروا من الزواج قبل رمضان، لكن في واحد نزغه اتزوج قبل رمضان باسبوعين وقام قدت شبابه وساعات الرحمن دالحين والشياطين في هدنا يا عروس. يا خلبوس انت يا خلبوس، قوي ما انا قليل، كنت رئيس اللجنه الثوريه ودالحين قدك عريس اللجنه الثوريه وزغروطه بعين اللي ما يصلي على النبي. الناس تقاتل وحرب وبرميل الثورة معرس، الناس لهم شهر مفاوضات أكثر من شهر ونص وهو مرحرح، بيت أبوش معمور بياقور، عيال القبائل يموتوا للتوابيت وانت إلى العسل. صدق اللي قال لا من سلا. الدولار عدى 300 وهو راح يتزوج، صنعاء قتل القوع وهو راح يتزوج، الحديد اشتووا من الكهرباء وهو راح يتزوج، وفي عمران قتلهم القرب وهو راح يتزوج، وفي صعدة كلها مقابر ولطميات وهو راح يتزوج، وكذا وفي كل المناطق اللي تحت سيطرتهم حال عمى وضمى وهو راح يتزوج. اللي يموت يموت، واللي عايش الله يعينه ويستر عليه ويسلم من المجهود الحربي. وبرميل الثورة مرحرح وقلبه أخضر وطري ولو كمان يفسبك. بس تعالوا نشوف كيف سوى عرس حناني طناني وزرطه مدريش كم 100 مليون، بيقول لك نعم عشان يحتفل بالسبعين ب22 مايو. على مر الزمن يا منا واحدة كما روح وبدن وزند وساعدة، فرح أعيادنا ودرب مجادنا. دام الله السرور، دام الله السرور، صامتون إن الله معنا. 22 مايو 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 مايو. طبعا رفض يعزم المؤتمرين، أو بالأصح منعهم من حضور عرس السبعين، وهم هات لك يا شكاوي على الفيسبوك. ايش دخلكم يا مؤتمريين تحضروا سميل؟ عرس يلي ما تستحوا على نفوسكم، عرس وحقه يعزم اللي يشتي ولا ما يعزمش، يعزم اللي يشتي، حتى عزم شيخ يافع وطلع له عاني عنوان صنعاء، اصلا عادي علاقة انسانية ما علينا. وش ولا نخص. المهم بعد العرس الحناني الطناني وداني يا قرة عياني، كان لازم كذا بعد العرس يكون حاجة هدية بسيطة بسيطة جدا. وكم مليار في كم مناقصة ومزايدة عشان يلطشوني، فين 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 ومن فين؟ صندوق الطرق، صندوق الطرق، وما أدراك ما الصندوق وما الطرق. بعد ما لطشوا 41 مليار بقى مدريش كم مليار، يلا يستاهلوا حلاوة العرس. 7 مليار ما عاد فيش بالمليون، نحن نتعامل بالمليار. 7 مليار قالوا بيقاب، وقال لك ايش؟ بيرصفوا سوق الرشيد، سوق الرشيد للقات الصعدي، ما الحب إلا للحبيب الأولي. وإيش كمان؟ رصف شارع الأربعين، هذا آخر وأحدث شوارع صنعاء، يعني مسفلات ولا في بو دحشي، ولا في بو إيش؟ ولا في بو دحشي، لا ويقول لك بني بنيو ونطشوا كل المليارات من بعده. الجميل إنه حسب هذه الأرقام حسبوا الدولار ب747، 747 أرزاق. وده الحين لهم سنة ونص لا كهرباء ولا شيء، قالوا بيت
قالوا بقى بكل المخصصات، ما فيش إلا الطاقة الشمسية اللي بيتاجروا بها أصحاب المسيرة القرآنية. في كمان مشاريع عملاقة تتمثل بعدد من المقابر الجديدة، وفي كمان بلوك في شارع الزبيري ما أدري إيش كم مليار لا تشوف. وبهذا يكون حمى علي الحوثي أبو كرشة ميقالو العظيمة برميل الثورة أول من بنى وسط الشوارع بلوك، أول من كافح الفساد في المؤسسات ونهب أم المؤسسات باللي فيها، أول من عوض البنزين لفوق، 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 أول من وضع حجر أساس لميناء جديد فتغلق القديم، أول من وضع مشروع كهرباء وانعدم حتى الشمع. وسيدخل برميل الثورة التاريخ مش من أوسع أبوابه إلا من دون باب، خذ الباب باعوه وقرشوه. تاريخ على شارعين من دون سور ومن دون أبواب، وسيزاحم العظماء باعتباره كل. فإذا كان أول من استخدم الدروع في الحروب هم الآشوريون، وأول من استخدم المنجنيق في الحروب هم الرومان، فإن برميل الثورة هو من استخدم الكباش في الحروب. برمن لقد أبوهم كلهم حنيت ومضغوط وفحصة وسلتة وكل شيء، ولا بقى للقبائل حتى كبش، كله موجود حربي. حرب دي مش لعبة. إيه الله يعين الخبير، فتح جبهة جديدة بالرفاه والكباش. هيا أش، ولا أقول لكم مش ولا نفس، خلونا حنا نسمع نخصكم ونشوف إيش إنجازات الحوثيين. واليوم معنا سؤال جديد وبنشوف الإجابات إيش يقولون. يلا تعالوا. إذا نطيت أنا بلاك كم نسيت. ما شفنا. أخبارك نعم. الحين انت مقدم ذي؟ ايوه انت. انا بطلت. انا من ابناء محافظه تعز. والنعم والله طلقتين في الجو. ممكن توطي شوي؟ لا ما في داعي. لو تعبنا نعين له. عازب يشعر بالزواج؟ عازب. حبيبي يا محمد. قريبا ان شاء الله من الزواج. ان شاء الله. في مراحل تطور، بس ان شاء الله اول ما توقف الحرب في تعز عشان نقدر ننزل ندخل نتزوج. ايش المشاريع اللي سواها الحوثي؟ اذا كانت موجوده طبعا. سويت يعني بالضبط؟ عارفك سمعت السؤال. حتى مشاريع في اليمن والله ما سواش مشاريع. كلم كل يوم نقول مشاريع ولا شفنا ولا واحد منهم. اول ما ظهر على الشاشه كان يحمل مشاريع وهميه، قال بنقص بترول. انا نقص لحاي الا ريع دبلو الحين بترول. انقلب على الشرعيه واجد خاصه بالقاعده يعني. اوكي. يعني يدعمهم في فلوس مثلا، كون ميليشيا خارجه عن النظام والقانون. يعني تحج على القاعده ونروح. هلي دخلنا بلقيله الفيديو قف. البهدلة، القتل، السهسهة، دمر البنية التحتية، دمر كل حاجة حلوة في البلاد. طبعا أول خطوة هو سواها الرابط بين اليمنيين، حاول يفكك كل الناس يعني نسل حيتفرق بين أهل السنة والطائفة الزيدية والشيعية ومدري إيش. كنا هذه ما نعرفها من زمان، ما نعرف إنه في شيعة في اليمن أصلا. لا بسألك، هي للأحياء وللأموات؟ أوه صح، الأموات القدام عادهم. الأموات القدام الأحياء ولا الأموات؟ ما سوى للديل ولا للديل؟ ما أعتقد أنه سوى شيء للأحياء. يعني يمكن الأموات قلت كلامه ثاني. شفتي أنت الأحياء؟ للأحياء موجود. خلاص كلام يمكن الأموات ما حد شاف شيء قال الأموات. طيب يمكن يبني مقابر ولا شيء لقيه الأموات. كلامه ثاني. للأموات طبعا في أبرز مشروع سوى في صعدة تقريبا، كان هي أكبر مقبرة في الشرق الأوسط، هي تعتبر في صعدة، كانت من زمان يعني من قبل ما يجي الحوثي واهله. بس حاليا تقريبا كان في مدرجات زراعيه، كان يزرع فيها التفاح والرمان والفواكه، بس الان يزرع فيها اموات حوثيين. اوه مصيبه ده. بالنسبه للاحياء انه المستقبل اللي كنا نامل انه يكون مستقبل افضل يعني دمروا بالكامل، روحوا. بالضبط. الاحياء اوهمهم يعني انه لما بيروحون بيحاربون ايوه يدخلون الجنه. جميل. وهم بيكونون يمكن حطب لجهنم. الموتى قدام موتى خلاص. ما سواهم شيء. طيب لقوا على السلامة الكاميرا. مع السلامة. شوف من شبوة طلقتين في الجو. شفتوا كيف؟ مقابر، أضرحة، توابيت، هذه إنجازاتهم. هذونا مش أنصار الله، هذونا أنصار الموت. نشوفكم بكرة. السلام عليكم.